مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الساعة الإخبارية التي نخصصها اليوم للحل السياسي بسوريا. 5 سنوات من الاقتتال لم ينتصر فيها أحد، وكان الخاسر الأكبر هو الشعب السوري الذي قتل منه 270 ألف شخص وشرد الملايين. وبعد كل هذا الوقت المهدر، يبدو أن رياحا جديدة تهب على الملف السوري، حاملة معها معالم مرحلة جديدة. المحادثات غير المباشرة التي ستنظم منتصف الأسبوع المقبل بجنيف قد تكون ربما خطوة نحو هذه المرحلة. فالقوى الكبرى الممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بدأت تتفق على ضرورة إنهاء المرحلة الحالية التي كانت الحرب الأهلية والدمار عنوانها الكبير. وهكذا لاحت تباشير تنازلات من هذا الطرف أو ذاك، وضغوط تمارس من روسيا على نظام الأسد ومن الولايات المتحدة على أطياف المعارضة. والهدف عند الكبار هو ضرورة التفرغ لمحاربة الإرهاب. فمن جهة الاتحاد الأوروبي الذي دفع ثمن الحرب الأهلية غاليا بضرب الإرهاب لباريس وبروكسل وتدفق على حدوده الملايين من اللاجئين على أراضيه، يشجع هذا الحل الذي ما زالت معالمه في طور التشكل. فهل سيتعثر الحل السياسي في خطاه الأولى ويكون مصير جنيف 3 كمصير جنيف 1 و2؟ وكيف سيتم حل معضلة رحيل الأسد وهي العقبة الأساسية أمام أي حل سياسي للملف السوري؟ وهل سيكون التوافق الروسي الأمريكي لصالح مستقبل سوريا، أم سيكون توافقا على المقاس يخدم مصالح اللاعبين الكبار؟ وكيف سأقلم السعودية وإيران وتركيا مع الأجندات الدولية الجديدة؟ تلك بعض من أسئلة حارقة أناقشها مع ضيوفي اليوم، الدكتور عبد الله أبو عوض. مرحبا. وباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا. وسيكون معي من الرباط منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أجدال بالرباط، نستضيفه عبر الأقمار الاصطناعية. وعبر الهاتف من باريس سيكون معي طارق عجيب، الإعلامي والكاتب السياسي السوري. فمرحبا بضيوفي الكرام جميعا. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو. مرحبا. دكتور أبو عوض، ما الجديد في المحادثات المقبلة؟ طبعا موضوع الملف السوري هو من المواضيع التي في حقيقة الأمر لا تعرف جديدا، إلا باعتبار ما هو عبارة عن تراكم وتراتب لمجموعة من الأفكار كانت مشتتة الآن تم تجميعها. القرار 2254 هو نفس المعطى الذي اتخذ على مستوى معطياته الـ12 في بنوده، خاصة البند الرابع وخاصة البند الـ11 والـ12 الذي يعمد على وحدة وطنية، على رفع الحصار، على تصريح أو تسريح السجون، إلى غير ذلك من المعطيات التي كانت في حقيقتها مفرقة ومشتتة بين الأطراف المتنازعة. الجديد في الموضوع هو أنه لم يعطي تلك الصبغة إلا في بعده الاصطلاحي، أن كلمة مصطلح الانتقال السياسي ذكرت 10 مرات في هذا التقرير الثالث في جنيف. فلهذا يمكن أن نعطي على أن القرار الذي تعتمده الآن القوى العظمى فيما يتعلق بجانب السياسات المعتمدة في الملف السوري هي أن يكون هناك تخفيض نوع من الأضرار والرفع من مستوى التوافق. ما يصرح به أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري عندما يصرخ في المجلس، مجلس الشيوخ، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تراعي ولم تضاهي المصالح التي تعتمدها في المنطقة، وأنها إنما ساهمت في غرق الأرض بالدماء مع التنازل الأكبر لمصلحة الضغط الروسي. روسيا في حقيقة الأمر، نعم، سنعود ربما إلى مواقف القوى، نعم، الكبرى بشأن يعني الملف السوري. مرحبا. لكن أظن أن الجديد هو خريطة الطريق موجودة الآن بشكل الذي لم يكن موجودا يعني فيما يتعلق بالمحادثات السابقة، سواء تعلق الأمر بجنيف 1 أو جنيف 2. طبعا، ولكن هي خارطة الطريق هي مجلس الأمن، هي المقترح يعني الأمين العام للأمم المتحدة، هو ما، نعم، يقوم به الآن ديمستورا إلى آخره. نعم، ولكن هذا المقترح، نعم، لحد الآن كان في حقيقة الأمر مجموعة من القرارات أو مجموعة من الأفكار التي روجت سابقا. لحد الآن لا يمكن أن نتحدث إلا عن تفعيل ما هو عملي، نعم، داخل بؤرة التوتر. يمكن أن يكون للمعارضة السورية رفع السقف بأن تقول على أنه ما يمكن أن يتحقق من جنيف 3 هو أنهم سيقل عدد الضحايا، بدلا من أن يقتل كما صرح نائب المعارضة السورية، كما صرح بقوله بدلا أن يقتل 200 سوري على الأقل أن يقتل 5 سوريين في اليوم. إذن بمعنى آخر على أنه ما كان مشتتا تم تجميعه في القرار 2254 ومحاولة التركيز على مصطلح الانتقال السياسي، وهو الذي ذهب إليه بشار الأسد في حواره الأخير على أن سوريا ستعرف انتقالا سياسيا وستعرف حتى هو أقرب بالموضوع.
الموضوع. نعم. هذا يجرني هذه النقطة بالضبط تجرني إلى سؤال ضيفي في باريس الإعلامي والكاتب السياسي طارق عجيب. أستاذ طارق عجيب هل أنت معنا؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. مرحبا بك. استمعنا يعني لتحليل الدكتور أبو عوض، في رأيك هل نقطة بقاء أم رحيل الأسد هي العقبة الآن أمام أي حل سياسي؟ يعني نقطة بقاء أو رحيل الأسد هي النقطة التي تتمسك بها المعارضة، ولكن من المفترض أن يكون مصير سوريا هو الأولى قبل أن يناقش مصير الأشخاص، وربط الموضوع القضية والأزمة في سوريا بشخص الأسد بهذا الشكل هو حقيقة هروب من استحقاقات كثيرة لدى الأطراف جميعها للدخول في حوار سوري سوري حقيقي تكون مصلحة البلاد فيه ومصلحة سوريا هي العليا على أي شخص أو أي جهة أو أي طرف أو أي دولة خارجية لها مشروع أو أجندة تريد أن تحققها في سوريا وفي الإقليم وفي العالم. لهذا السبب لا تزال جزء كبير، لا نقول كل المعارضة، جزء كبير يتمس ويعني يصر يتشبث بموضوع أن رحيل الأسد هو خطوة أولى وأساسية في طريق الحوار، ومن المفترض أن يكون الحوار تكون مصلحة سوريا كما قلنا هي الحوار، ومن ضمنها تطرح الحكومة الانتقالية بآلياتها وشروطها وكيفية تنفيذها، وأيضا مصير الأسد فيها من خلال مجموعة كبيرة من النقاط التي يجب أن يتم التوافق عليها بين جميع أطراف المعارضة المشاركة ووفد من الحكومة ومن النظام، ليكون هناك طرح على الطاولة دون أن يكون هناك تأثير، يعني التأثير الأكبر، يعني لا يمكن أن يكون هناك حوار سياسي حاليا دون تأثير أطراف خارجية. لا زالت الأزمة في طبيعة الحال هناك أجندات يعني خارجية متعددة، لكن أسألك تماما. يعني هل تتصور بعد 5 سنوات من الحرب ومن الدمار ومن التشريد سيناريو بقاء الأسد يعني على رأس سوريا؟ يعني هذا يفترض بالسؤال أن المسؤولية تقع كاملة على شخصية الأسد. الأزمة تتحمل مسؤوليتها ويعني ذنبها يحمله مجموعة شركاء، وإذا اعتبرنا أن النظام السوري شريك في هذه في مسببات وتداعيات الأزمة فهو ليس الشريك الوحيد وليس الشريك بالنسبة الأكبر. هناك مجموعة شركاء، هناك من كان يخطط لاستهداف سوريا لأسباب كثيرة، هناك صراع مشاريع كبرى، وهذا ما ثبت في الآونة الأخيرة عندما أصبحت الآن الأزمة بخيطيها الرئيسيين وبالأكبر هنا بين موسكو وبين واشنطن. فإذا هذه الأزمة ليست أزمة محلية بالمطلق أو داخلية بالمطلق، وإنما هي أزمة لها أبعاد وخيوط عريضة كبيرة وقوية مرتبطة في الإقليم وفي الصراع العالمي وصراع المشاريع، إن كان المشروع الغربي الصهيوني، إن كان المشروع الإسلامي المتطرف بأكثر من شق، إن كان إخواني ووهابي، وإن كان في دور إيران في المنطقة ومن المؤكد لديها مشروع تحمله على محامل كثيرة. هناك الداخل الذي كان ضعيفا ومفككا نتيجة الفساد وممارسات السلطة والنظام في سوريا مما سمح لتلك المشاريع باستهدافه. يعني هناك صراع كبير في المنطقة، لا يمكن أن نقول أن فقط النظام هو الذي تسبب بكل هذه الأزمة وبكل هذا الدمار والخراب. لذلك عندما الذي كان ظاهرا في الصورة هو نظام الأسد يعني منذ البداية، منذ احتجاجات درعا عام 2011. تماما، يعني نحن نقول تماما هنا الصورة كما ذكرت حضرتك. نعم. الصورة، هناك من يشكل هذه الصورة، هناك من يرسم هذه الصورة، وهذه الصورة ترسم في وسائل الإعلام، ترسم في مراكز الأبحاث، ترسم في الغرف المغلقة كما يقال للسياسات الكبرى، وفي على رقعة شطرنج لعبة الأمم. يعني هذه الصورة لا ترسم فقط يعني بممارسة من نظام، يعني ما يؤخذ على النظام أو الحكومة في سوريا من ممارسات يعتبر تسببت في هذه المشكلة هي نقاط ضعف في كثير من البلدان، ولكن بنسب مختلفة وبمغالات، يعني أحيانا هناك في ضوابط لديها في بعض الدول، هناك في انفلات حسب النظام وهل هو شمولي، هل هو ديكتاتوري سلطوي أمني، أم هو حر وديمقراطي ومؤسساتي. لهذا السبب
نحن نريد أن يطرح على طاولة الحوار الآن مستقبل سوريا، مستقبل هذا الشعب، وقف حمام الدم وهو أهم ما أنتجته اتفاقية الهدنة الأخيرة، وقف كما ذكر أحد المعارضين عداد القتلى أن يخفف إلى الحد الأدنى، إن لم نرغب، نحن نرغب جميعا بإيقاف عداد الدم وعداد القتل. فإذا يجب أن تكون مصلحة سوريا هي مصلحة الشعب السوري، ومستقبل سوريا هو الأفضل إن كان بوجود رأس السلطة الحالي يعني الرئيس الأسد أو بعدم وجوده، ولكن يجب أن تكون الأولوية المطلقة هنا في هذه الحالة لمستقبل ومصلحة الشعب السوري وسوريا الدولة الكاملة الموحدة المستقلة، وليست المتجاف يعني التي كل طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية أو التي لها مشروع تشد سوريا باتجاهها وتحاول أن تنتزع منها إن كان منطقة آمنة وإن كان دولة تنظيم. يبدو أن كما قلت سوريا هي ضحية أجندات متناقضة دولية. أنتقل ربما إلى الرباط إلى ضيفي الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. دكتور عبد الرحيم سليمي، استمعتم إلى يعني تدخلات ضيوفي، في نظركم هل هذه الأجندات الدولية المتناقضة بدأت تتقارب الآن، خصوصا أنه كانت هناك زيارة لجون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى موسكو، وكان لقاء قد نقول يعني تحوليا في الملف السوري مع لافروف ومع بوتين، هل هذه اللقاءات وهذا التقارب ما بين الأجندة الأمريكية والأجندة الروسية يمكن أن يؤثر على محادثات جنيف في الأسبوع المقبل؟ قراءة الأجندات الدولية تظهر بعد هذا المسار الطويل للحرب الأهلية السورية، أقول هنا الحرب الأهلية، تظهر اليوم بأن روسيا باتت لها القوة لتغيير الأولويات والمحادثات، هي الدولة الوحيدة القادرة على تغيير المعادلات. التدخل الروسي أنقذ الأسد، الأسد كان تقريبا في المراحل الأخيرة من انهياره، التدخل الروسي أعاد الأسد الذي يمكنه اليوم أن يفرض شروطه في المحادثات، ولكن يبدو بأنه رغم ذلك أن هناك العديد من الدول التي حققت أهدافها ولا زالت تستفيد من هذه الأزمة، وهذا هو الوضع الصعب اليوم. روسيا استطاعت أن تجد موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط بعد غياب طويل وتحولت إلى قوة عظمى. هناك انتقاد للولايات المتحدة الأمريكية على ما يمكن أن نسميه بخلل استراتيجيته في المنطقة، لماذا؟ لأنها لم تتدخل منذ بداية ولم تسلح المعارضة، هذا الرأي الذي يروج. وهناك اليوم عملية انتقاد من طرف دول الخليج في الاجتماع الذي هو مع جون كيري، هناك انتقاد وسيوجه هذا الانتقاد الاجتماع المقبل مع أوباما على أن هناك تخلي على استراتيجية التي رسمتها مجموعة من دول الخليج. على المستوى الإقليمي لا زال الصراع بين المملكة العربية قبل المستوى الإقليمي الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، أريد أن أسألك، هل أخطأ أوباما عندما لم يعلن الحرب في سوريا وعندما تفادى ربما التدخل العسكري في لحظة معينة عند بداية الصراع لكي يحسمه لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك نقاش اليوم حول سياسة أوباما، البعض يقول بأن أوباما لا يملك استراتيجية، ولكن في نظري هذا الطرح هو خاطئ. استراتيجية أوباما هي تقريبا منذ البداية وهي محاولة تغيير مجموعة من الأوضاع في مجموعة من المناطق بأقل تكلفة، وهو ما يجري اليوم. أوباما كان يركز على إيران، ويبدو بأن مفاوضاته مع إيران جعلته يؤجل العديد من الخطوات الاستراتيجية التي كانت ممكنة في سوريا. نجحت الاستراتيجية الأمريكية حسب تصور أوباما، وإن كان هناك خطأ اليوم يناقش من طرف الجمهوريين، وهو أن هذه الاستراتيجية سمحت بعودة روسيا كما قلت إلى المنطقة، ولكن يبدو بأن من يفهم جيدا سياسة الديمقراطيين فهم منذ البداية كانوا واضحين بأنه لا يجب الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الأوضاع. الولايات المتحدة الأمريكية ستدرب ستساعد، ولكنها لن تتدخل بقوات، وهذا كان واضح. حتى عملية التحالف الذي سمي بتحالف مكافحة الإرهاب ولم يحقق نتائج، هناك نقاش على أن هناك تراجعات أمريكية أو انسحابات أمريكية ما يسمى بسياسات الانسحاب، وإن كان فيها نقاش من منطقة الشرق الأوسط والاتجاه إلى مناطق أخرى. لهذا لوحظ بأن الروسيين السياسة الروسية هي استغلت هذه المنافذ ووضعت رجلها في المنطقة. أكثر من ذلك، لم ينتبه الأمريكيون إلى أن الوجود السوري هو كان وجود أولا له أبعاد اقتصادية أكثر من شيء آخر. الأسد لا يهم روسيا،
ويمكنها أن تغير مواقفها بسرعة، ولكن الذي يهم وهو الموارد الموجودة في الشرق المتوسط معلومات كثيرة. هناك دول أخرى حققت أهدافها 100%، أتحدث مثلا عن إسرائيل حققت أهدافها من ما يجري في سوريا. مثلا هي استطاعت أن تستنزف إيران، أن تستنزف حزب الله، أن يكون هناك نوع من التراجع لحماس، وفي نفس الوقت لحد الآن لا زالت كل استراتيجيتها وتصورتها للمنطقة ناجحة. إذن هناك أجندات متضاربة، ولكن الأجندة الإقليمية الرئيسة أعود إليها وهي بين إيران والسعودية التي هي مرتبطة بنزاعات أخرى، مرتبطة باليمن، مرتبطة بما يجري في لبنان، ومرتبطة بالعراق، ومرتبطة بسوريا. يجب النظر إلى كل هذه النزاعات كملفات واحدة ليمكن أن نفهم ما يجري. نعم، بالتالي فالحل ربما للملف السوري سيكون جزء من معادلة كبرى، سواء تعلق الأمر ما بين الدول القوى الكبرى أو تعلق الأمر بالقوى الإقليمية. هل نفهم من كلامك بأن الحل الآن صار بيد روسيا؟ نعم، الحل هو اليوم بيد روسيا. روسيا استطاعت أن تغير موازين القوى. روسيا هي التي يمكنها أن تناقش مع الأسد. هذا مع العلم أنه في المفاوضات اليوم إذا وضعت نقطة ذهاب الأسد هي الأولى، فإنه لن تسير هناك مفاوضات. من المتوقع أن تكون فكرة مصير الأسد هي الأخيرة. إذا روسيا غيرت كل التوازنات الممكنة، أكثر من ذلك أن روسيا لها خطوط بمعنى مفتوحة سواء مع إيران بإمكانها التأثير على إيران، أيضا لها خطوط ممكن أن تناقش مع دول الخليج، ولها أوراق مع الولايات المتحدة الأمريكية. فروسيا لا ينسى الكثير بأنها كانت استراتيجيتها ناجحة، لأنه لا ننسى بأن روسيا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤجج صراع على حدودها، صراع أوكرانيا، فنقلت الصراع إلى الشرق الأوسط. هنا تبدو نجاح السياسة الروسية إلى حد الآن، وهناك خيارات متعددة أمام بوتين. قد تلتقي إحدى الخيارات مع أجندة الولايات المتحدة الأمريكية لهذه العلاقات الدولية، فيها مقايضات، ولكن ما يهم الروس بالخصوص وهو أن يحافظوا على موطئ قدم في المنطقة، ويكون بإمكانهم تغيير التوازنات. وأوضح بأن مصالح روسيا تلتقي أيضا مع مصالح إسرائيل. طيب، استمعنا إلى تحليل الدكتور منار سليمي. في نظرك كيف يمكن لروسيا أن تضغط ربما على نظام الأسد لكي يلين من مواقفه المتشددة؟ ولاحظنا ذلك، لاحظنا حتى انتقاد لروسيا لبعض تصريحات وليد المعلم وزير الخارجية يعني السوري، لاحظنا بعض التغير يعني في بعض التصريحات يعني المسؤولين الروس، وما خفي كان أعظم بطبيعة الحال. لكن لا نقول على أن روسيا تضغط الآن على بشار الأسد، لأن بشار الأسد عندها من الخط الأحمر كما وصف من طرف وزير الخارجية الروسي، مما يعني على أنه لا يمكن بالمرة أن تتخذ روسيا منظومة إسقاط نظام بشار الأسد أو كشخص، حتى أن الصراع عندما نقل على مستوى المعالجة وعلى مستوى الوقوف على ما يمكن الخروج به كحل سياسي بالنسبة لسوريا، وقفوا على أنه ينبغي التفريق ما بين الشعب السوري وما بين نظام بشار الأسد وبشار الأسد في حد ذاته. إذن بمعنى آخر على أن روسيا إذا كانت تقوم بهذا الضغط، إنما هو ضغط يتوافق مع طبيعة ما تراه يخدم الأجندة والمصلحة الموجودة عندها داخل المنطقة. طبعا كما أشار الأستاذ الجليل على أن روسيا عندما نقلت الصراع من أوكرانيا كما زرع في طرف الولايات المتحدة الأمريكية ونقلته إلى الشرق الأوسط تحت غطاء استراتيجي، لكن ذا عمق له تحالفات فيما يتعلق بجانب إيران، وفيما يتعلق بجانب إيران على مستوى امتداده في الجنوب اللبناني من خلال حزب الله، كذلك العلويين الذين هم جزء من المنظومة الإيديولوجية التي توافق تحت غطاء الهلال الشيعي الموجود في المنطقة. إذن بمعنى آخر على أن بشار الأسد هو كذلك عبارة عن جزء من المنظومة متكاملة، بل بالعكس ما ينبغي التصريح به هو أن بشار الأسد يصطلح عليه في بعض المصطلحات الموجودة الآن التي تتداول على مستوى الصراع هو أحد عمدة من أعمدة القاسم السليماني الذي هو أحد كبار الجنرالات المكلف بفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. هذا الذي يعني يعتبر جزء من منظومة التحكم في العمق الاستراتيجي العسكري داخل سوريا، وكل ما يمكن أن يكون عبارة عن أبعاد لها علاقة بالتوافق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. المشكلة هو أن المتضرر الأكبر في المنطقة هي الدول التي مقرونة بالتحالفات مع الدول العظمى. مثلا عندما نتحدث عن 20 دولة عربية في المناورات ما بين السعودية ونزول السعودية، أو الآن تلك الدلالة التي ممكن أن تقرأ إن شاء الله في الحلقة حول زيارة الملك سلمان، أو بعث ولي العهد
الذي هو محمد بن سلمان الى الى يعني حتى الملف لم يعد في يد بندر بن طبعا حتى الملف يعني صحيح وزير الداخلية طبعا اذا ما الاخر كل كل هذه المساله انما هي تصب في مصلحه الانتقال السياسي، ولكن هذا الانتقال لا زال لم يذكر فيه الشرط، وهو الذي عندما نتحدث عن القرار الذي اشرت اليه سابقا الا وهو مجلس الامن 2254 او 2254، نجد على انه في كل بنوده لا يتحدث عن شخص بشار الاسد ولا يتحدث عن انتقال السلطه، وانما يتحدث عن الانتقال السياسي وعن طبيعه التمرير ويضع اجنده زمنيه لذلك. نعم اجنده ثمانيه تتمثل في 18 شهرا والوقوف على طبيعه الانتخابات التي يمكن ان تكون مشرفه تحت غطاء، لكن زياره جون كيري لها دلاله كبيره جدا بتوافق مع طبيعه المصلحه الروسيه. المستفيده الاكبر الان هي الدول العظمى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، لكن يمكن ان نعطي قراءه اخرى على ان الولايات المتحده الامريكيه خسرت رهانا يتعلق بمجال احكام السيطره داخل الشرق الاوسط. يذهب احد الكتاب الاردنيين والباحثين على ان المنطقه لا يمكن أن تخلو إلا من شيئين، طبعا هذا في رأيه ولكن يمكن أن يعالج، إما أن تكون حربا كونية وهي الحرب العالمية الثالثة كما يقال، وإما أن يعمد على تقسيم ما جاء في مرحلة سابقة على لسان جون كيري ما يصطلح عليه بخطة باء، ألا وهي خطة تقسيم روسيا طبعا سوريا عفوا. وعندما نتحدث عن المعارضة، المعارضة ترفض رفضا تاما أن يتم التقسيم، لكن المشكلة أين يكمن؟ يكمن أن المعارضة متمسكة بإبعاد بشار الأسد عن السلطة، في حين على أن الآن التحالفات الدولية سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية التي أدارت ظهرها لدول المنطقة بأن تتوافق مع القرار الروسي الذي يعتمد كما أشرت هناك يعني قرار لمجلس الأمن وهو الصادر في دجنبر الماضي أشرت إليه، يعني يضع جدولة زمنية وهو الذي تتمسك به الأطراف بطبيعة الحال لكل المحاور التي ستقودنا إلى ما يسمى بانتقال سياسي، معناه مرحلة مقبلة ستعيشها سوريا بعد 5 سنوات أو السنة السادسة من الحرب. الآن أريد أن أسألك، الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة الآن على انتخابات، يعني انتخابات رئاسية ستكون نهاية هذا العام، والمعضلة السورية يبدو بأنها ما زالت تطول. يعني هل ألا يمكن أن يؤثر هذا التغيير داخل الإدارة الأمريكية المقبل على سيناريوهات الموضوعة حاليا لحلحلة الأزمة السورية؟ طبعا، ولكن في قراءة يمكن أن نقول على أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تعتمد في برنامجها الانتخابي عندما تؤسس برنامجها الانتخابي تؤسسه على مستويين، المستوى الاقتصادي المستوى العسكري. المستوى العسكري غالبا في استقراء الأبعاد الأمريكية في الانتخابات نجد الذي يترأسه هم الجمهوريين، على مستوى البعد الاقتصادي نجد الديمقراطيين هم الذين يتبنون هذا المفهوم، بمعنى أن القوات الأمريكية ينبغي أن تبقى مستقرة في قواعدها. إذن بمعنى آخر على أن هذا سيشكل تاثيرا حقيقيا. الحرب دائما كانت مع الجمهوريين. نعم دائما. فلهذا اذا 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 لم يفك الموضوع السوري في هذه المرحله بهذا الضيق الزمني على مستوى الانتخابات الامريكيه، يمكن ان يكون ذلك مؤثرا في صعود الجمهوريين لدخول الحرب. وهذه ممكن ان تكون قراءه باعتبار على ان الديمقراطيين الان على مستوى الشعبي الان تقود حمله كبيره، ولكن لا زالت هناك توازنات داخل العمق الانتخابي في الولايات المتحده الامريكيه. اذا بمعنى اخر على انه سيكون تاثير مما لا محاله، ولكن تحت اي غطاء؟ تحت الخيارين. حتى الان التصريحات التي جاءت على مستوى الكونغرس الامريكي لبعض اعضائه على مستوى مثلا غراهام ليندي غراهام وغيرهم انهم يرفضون الحرب، وهؤلاء يتحدثون بلسان الجمهوريين، فلهذا ممكن ان تؤثر وان يكون الاسهم الديمقراطيه الان الديمقراطيين هي المرتفعه في الانتخابات القادمه لاستقرار الوضع ولمحاوله بسط السيطره الاقتصاديه. لا ننسى ان عوده وهذا في عمقه الاقتصادي، لا ننسى ان عوده الان خروج داعش من تدمر وعوده تدمر الى النظام السوري انما عوده الغاز والبترول، لانها من اكبر الموارد المعتمده لسوريا هي تدمر على مستوى طبعا تاريخيا وعلى مستوى اقتصادي المنابع الاقتصاديه لداعش طبعا حرب تشويه، وهذا يصب في مصلحه روسيا بطبيعه الحال. انتقل ربما الى باريس الى ضيفي طارق عجيب. يعني استمعنا الى ما قاله الدكتور ابو عوض، هل لدى الائتلاف السوري المعارض وأيضا النظام وعي بضرورة ربما اقتناص هذه الفرصة التاريخية قبل يعني الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ من الطبيعي أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيكون لها يعني دور في العمل على تسريع خطوات بداية الحل، يعني لا يمكن أن الوصول إلى حل قبل
أن يكون هناك قبل الانتخابات الأمريكية حل كامل، ولكن تثبيت أسس الحل الذي سيستمر حسب خارطة الطريق التي اتفق عليها الطرفان الروسي والأمريكي للخروج من الأزمة في سوريا. لذلك هناك سعي لتثبيت هذه الأسس، ولكن كل طرف يحاول تثبيت هذه الأسس على وجهة نظره. يعني الآن في زيارة كيري اليوم البارحة واليوم للبحرين والعراق، وخاصة في البحرين، كان يحاول أن يعني يدفع دول الخليج وخاصة على رأسها السعودية لعدم عرقلة أي تحرك سياسي جدي من قبل المعارضة التي مقرها الرياض وهي الهيئة العليا للتفاوض في الرياض، بأن لا تعرقل مسارات الحل السياسي، لأننا نعرف أن للسعودية خاصة يعني قدرة عالية على تعطيل أي اتفاق سياسي أو حوار سياسي حين تريد التعطيل. فهناك من يريد أن يعطل هذه الإمكان في حل سياسي لما بعد الانتخابات، وهو يراهن على أن بعد الانتخابات الأمريكية قد يأتي رئيس أمريكي يكون أكثر تشددا وتصلبا أو إقداما من الرئيس الحالي أوباما في تعاطيه مع الأزمة في سوريا، وقد ينخرط معها في قناعتها وقناعته، ويعني يتطابق تتقارب القناعات بشكل أكثر، يعني لتكون أمريكا تأخذ دورا أقوى وأكبر على المستوى العسكري في دعم المعارضة أو تدخل بشكل مباشر للضغط على النظام أو لإسقاط النظام في سوريا. ولكن هذا الرهان يستتبع ما ستنتج عنه الانتخابات الأمريكية. لذلك هناك بعض الأطراف في المعارضة، لكي لا نقول كل المعارضة، في داخليتها أعتقد هي تحاول أن تكسب الوقت وتماطل إلى ما بعد الانتخابات لترى نتائج الانتخابات، في رهانات لا أحد يعرف مصيرها إلى حتى تتم الانتخابات الأمريكية. ولكن الحكومة في سوريا والنظام في سوريا يسعى ليكون هناك تثبيت لأسس حل سياسي للخروج من الأزمة، لأن هذه الأزمة من المؤكد يعني لا ترضي أي طرف من الأطراف، إن كان معارضة وإن كان النظام، ويحاول كل طرف إيقافها والتخلص منها. ولكن عندما تكون هذه الأزمة خرجت لأسباب معينة أو لأهداف لكل طرف من هذه الأزمة، فهو يسعى، لن يقبل أن يكون الحل على حسابه ولن يقدم تنازلات، وهو ما الآن يجتمع مع حوله في موسكو وواشنطن ليقوم كل طرف منهما بالضغط على حلفائه بحيث كما يقال يعني تقديم تنازلات أو التحرك باتجاه إجراءات ثقة، تبادل ثقة بين الطرفين من الناحية يعني اطلاق سراح معتقلين او مثلا تخفيف الحصار على المناطق المحاصره، وبالمقابل عدم القيام باعمال عدائيه او يعني عسكريه من قبل المعارضه، والتفرغ لاعطاء الوقت للتفرغ لمحاربه تنظيم داعش والنصره المصنفتين ارهابيتين من الامم المتحده. يعني هذه الخطوات يسعى الكل الضغط على حلفائه لكي يقوم بخطوات ايجابيه باتجاه الجلوس الى طاوله حوار. لذلك يعني نرى أن الانتخابات الأمريكية هي تاريخ قد يكون إيجابي باتجاه إذا أرادت الأطراف أن تتحرك باتجاه الحل السياسي، وقد تكون تاريخ لبعض الأطراف للرهان إلى لما بعده لكي يكون هناك عرقلة. وهذا ما تسعى أمريكا من خلال زيارة الرئيس الوزير الخارجية كيري أمس إلى البحرين ولقائه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والآن هو واليوم في العراق في هذا الجانب. يعني أمريكا تحاول أن تكون تتحرك باتجاهات إيجابية وبشكل إيجابي حسب وجهة نظرها. يعني بعض التسريبات اليوم تقول أنها أعطت لتركيا بعض الهوامش في شمال في ريف حلب الشمالي، وهو ما سأعود إلى الأجندة التركية. ربما أستسمحك أستاذ طارق عجيب لأنتقل مرة أخرى إلى الرباط، ربما نناقش الأجندة الإقليمية معك دكتور عبد الرحيم منار سليمي، وسبق لك وللمتدخلين التطرق إليه. نتحدث عن السعودية، كان هناك تحول في السياسة الخارجية السعودية يعني تم رصده مباشرة بعد التقارب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران بعد التوقيع على الاتفاق التاريخي النووي. لاحظنا هناك زيارة مقبلة للملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو. هذا التحول ربما في خارطة الشرق الأوسط يعني في السياسة الخارجية للسعودية كيف سيؤثر على الملف السوري؟
أقدم أولا بعض الملاحظات حول ماراج ثم آتي إلى مسألة موقف السعودية. أولا، أي تسوية سياسية بعد التدخل الروسي أو ما يجرى في الميدان ستكون في صالح الأسد؟ فجبهات القتال تؤثر على طاولات المفاوضات، واليوم هناك تقدم على مستوى مجموعة من المساحات داخل وتقدم لروسيا أكثر من تقدم نظام الأسد تحت تغطية. روسيا لم تنسحب ولكنها هي مجرد مناورة، لا زالت حاضرة وتساعد الأسد على التقدم، وهناك تعزيز للحضور الإيراني أكثر من ذلك. في الضفة الأخرى، المعارضة هي غير موحدة كما يعتقد الكثير، وهي أيضا مشتتة ولديها صعوبات بمعنى على مستوى الخيارات، لهذا هذه صعوبة المفاوضات المقبلة. المسألة الثانية، لما كنتم تناقشون قضية تأثير السياسة الخارجية الأمريكية المقبلة على ما يجري، ففي حالة عودة مرشح جمهوري سيكون هناك تدخل، وإذا وقع هناك تدخل سيكون توتر مع إيران وتوتر أيضا مع روسيا، وروسيا اليوم هي مختلفة عن روسيا المرحلة السابقة. وفي حالة عودة مرشح أو مرشحة من الديمقراطيين سيستمر نفس الوضع، بمعنى سيكون هناك عملية مزيد من التقارب مع إيران، وفي نفس الوقت بحث عن محاولة احتواء روسيا، على اعتبار أن أوباما هو يشتغل والديمقراطيين كلهم يشتغلون بنظرية الاحتواء الاستراتيجي، وهي نظرية معروفة لدى الديمقراطيين. الصراع السوري هو له مستويات متعددة، هناك المستوى السياسي ما يجري بين الأسد والمعارضة، وهناك الصراع الطائفي وتدخل فيه مجموعة من القوى الإقليمية، وهناك صراع إقليمي وتحضر فيه تركيا والمملكة العربية السعودية وأيضا إيران، وهناك أيضا إسرائيل، ثم هناك صراع على مستوى أقطاب النظام الدولي. اليوم دول الخليج هي ترفض هذا الموقف الأمريكي، بمعنى أنها تنتقد وانتقاد واضح، يوم أمس كان هناك انتقاد من طرف وزير الخارجية المملكة العربية السعودية لكاتب الدولة الأمريكي في الخارجية، وهذا الانتقاد هو يستمر منذ بداية المفاوضات مع إيران حول مسألة السلاح النووي، وازداد أكثر نوع من الريبة والحيطة والحذر من الولايات المتحدة الأمريكية مع وجود رسائل متبادلة بين أوباما وبين المرشد، مرشد جمهورية في إيران. إذن الصراع الأساسي هنا في هذه المنطقة هو صراع بين قوتين إقليميتين يؤثران على الأرض، وهما المملكة العربية السعودية وإيران، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرب المسافة بينهما، ولكن من الصعب جدا. التحرك الإيراني يشير إلى أنها لا زالت تعزز القوة العسكرية، وهناك الميليشيات الشيعية في الميدان سواء في العراق أو في سوريا، وهي أيضا تدعم الحوثيين في اليمن، وأيضا هي تحاول أن تسيطر على بيروت وعلى لبنان بعد انسحاب كل القوى التي هي مساندة للمملكة العربية السعودية. ولهذا نتوقع، بمعنى نتوقع سنوات سوداء في هذه المنطقة نتيجة هذا الصراع. كان هناك محاولة تحالف ما بين تركيا وما بين المملكة العربية السعودية، هناك نوع من السكوت عنه الآن. لماذا؟ لأن هناك تركيا باتت تنظر إلى المسألة بأنها مصالحها تتقلص إلى حد ما، هي كانت تبحث عن منطقة ما يسمى بمنطقة آمنة تسميها، ولها أهداف أخرى مرتبطة بالمسألة الكردية. سأعود ربما للأجندة التركية. نبقى مع المملكة العربية السعودية، نعلم بأن روسيا هي حليفة جميع أعداء المملكة العربية السعودية. هل بهذا التوجه يعني السعودي تجاه روسيا تحاول المملكة العربية السعودية الضغط على أمريكا، أم أنها تبحث عن تحالفات في يعني إقليميا على المستوى الدولي قوية، أو تبحث عن بديل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هو بديل أم ضغط؟ هناك تحول من طرف مجموعة من دول الخليج اتجاه روسيا. لاحظ معي طبيعة الزيارات والصفقات العسكرية، لأنهم يعرفون جيدا من يحضر المنتديات الاستراتيجية. يلاحظ بأن الروس يقولون للخليج بهذه العبارة: ليس لدينا التزامات على الأرض معكم، ويتحدثون عن عقود نفط وغيرها. الخليجيون أدركوا هذه المسألة وبات التوجه نحو موسكو، وهذا التوجه سيغير المعادلات، بمعنى أن هناك إشارات هي موجهة للأمريكيين وهم يقرؤون جيدا هذه المسألة. يحاول المملكة العربية السعودية أن توازن بين ثلاث وجهات مع روسيا، وأيضا تحافظ على الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول أن تجمع الحشد العربي. هذا هو التوجه الذي تشتغل عليه السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية.
طيب أنتقل إليك ضيفي في الأستوديو. يعني استمعنا إلى تحليل الأستاذ عبد الرحيم منار سليمي، ما هي حدود نجاح هذه السياسة السعودية الجديدة تجاه الملف السوري في نظرك؟ طبعا ما قاله الأستاذ طبعا تكملة، وهو أنه عندما نتحدث عن الوظيفة ودور الإقليمي للسعودية نجد على أن السعودية لا تتحدث بلسانها، إنما تتحدث بلسان التحالف، وتحالف السعودية طبعا المحور السعودي، والسعودية كممثل إقليمي طبعا كقوة إقليمية وكممثل إقليمي هي للولايات المتحدة الأمريكية. لكن التصريح الأخير الذي صرح به جون كيري في إحدى اللقاءات الصحفية عندما سأله أحد الصحفيين عن وظيفة الولايات المتحدة الأمريكية وعدم التزاماتها بالعهود، خاصة العهود العسكرية أو النزول إلى هذيك إلى ساحة العسكر إلى غير ذلك، نطق بقوله نحن لن نضحي بمصالح أمريكا من أجل عيونكم. فكانت صريحة، يعني عبارة صريحة. السعودية الآن عندما تتوجه لروسيا، لكن نحن نتحدث عن تحالف عمره 8 عقود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين المملكة العربية السعودية. ليس من السهل ربما دكتور أبو عوض التضحية بتحالف استراتيجي يعني بهذه السهولة والتوجه إلى النقيض. نعم، هو في حقيقة الأمر لا يمكن أن نقول على أنه تضحية ومغامرة ومجازفة. نعم. ما تفرضه المرحلة، ما يفرضه الحدث، ودائما السياسة الدولية تعتمد على أن تربط الحدث بما هو مقرون بجغرافيته وليس على مستوى التوسعة. قد يكون هناك اختلاف في منطقة على مستوى سوريا، ولكن في العمق الاقتصادي لن يمس. إذن بمعنى آخر على أن هذا لن يؤثر. لكن في هذه المسألة وجدت نفسها السعودية، لأن السعودية بمقارنة مع إيران وقعت في مشكل، ألا وهي أنها فتحت الجبهة العسكرية على مستوى الحوثيين في اليمن. إذن بمعنى آخر عندها جبهة مفتوحة وصرفت الملايير من الدولارات على هذه الحرب. الآن عندها جبهة أخرى، ألا وهي أن الآن مصالح السعودية تمس على مستوى، لهذا صرح ولي العهد محمد عندما في زيارته على أنه بن سلمان، ولي العهد محمد بن سلمان عندما قال ستنزل السعودية ب 150,000 جندي على مستوى البر، وكان رد فعل إيران في هذه المسألة على أنه عبارة عن حرب نفسية، حتى أنهم صعدوا الخطاب من الناحية الإيرانية وقالوا إذا نزل الجنود السعوديين إلى ساحة المعركة سيعودون في النعوش. إذن بمعنى آخر على أن السعودية الآن حتى على طبيعة القرارات، إما أن تكون قرارات ذات مستويين، إما مستوى عميق له رؤية استراتيجية وتسعى إلى معالجته في البعد النفسي، وإما أن تكون عبارة عن حقيقة، عبارة عن أفكار تسعى إلى ممارستها ولكن لن تصب في مصلحتها. إذن توجه السعودية إلى 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 روسيا قد يكون كذلك له مجموعة من المستويات. المستوى الأول أن تدخل في نطاق التحالف الإيراني مع روسيا، وأن تأخذ حيزا على مستوى أن تضغط روسيا على إيران لكي تعدل ربما من سياسة تجاه المملكة العربية. طبعا أن يكون هذا الشق، أن تكون فاعلة كما يقال أحد، كما يشار على مستوى أحد الكتابات على أن السعودية في انفتاحها على روسيا ليس فقط على مستوى الأحداث الموجودة في سوريا، وإنما كذلك على مستوى اتفاقيات البترول، على مستوى اتفاقيات الغاز، ومحاولة توسيع الشراكة ما بين البعد ما بين روسيا والسعودية في العمق الاقتصادي والجيوسياسي. لكن المشكل أن لا يمكن لهذه الدولة على مستوى التحالف الأعراف الدولية أن تذهب إلى روسيا إلا بموافقة التحالفات الأخرى. إذن أمريكا على علم واطلاع بهذا الموضوع طبعا مما لا شك فيه. إذن ما هي الرؤية المستقبلية؟ الرؤية المستقبلية هي أن السعودية وجدت نفسها في مأزق على أن هناك استنزاف مالي واستنزاف على مستوى الموارد البشرية، وليست هناك رؤية تصب في مصلحة تطمين المنطقة وحل استقرارها بأسعار النفط يعني وإبقائها في مستوى منخفض حتى تستفيد منها إيران. طبعا نقطة إيران أريد أن أناقشها مع ضيفي في باريس الأستاذ طارق عجيب. أستاذ طارق، كيف ترى الدور الإيراني اليوم يعني كقوة إقليمية إزاء الملف السوري؟ هل هناك تراجع، هل هناك تقدم لإيران إزاء الملف السوري؟ فلا أحد يتحدث حاليا كثيرا عن إيران مثل ما كان يتم الحديث عنها سابقا. صحيح، وهذا يعني جاء بعد أن وقعت إيران اتفاقها النووي مع دول الـ5+1، يعني وهذا كان مؤشر أن إيران لنكون صريحين استثمرت
أوراقها الإقليمية ليس فقط في سوريا، في أكثر من مكان، لتحقق يعني توقيع اتفاقها النووي مع دول الغرب، رغم أنها كانت تقول أننا نفاوض فقط في المجال النووي ولا نفاوض بالأوراق الأخرى، ولكن لا أحد في المنطق العام يرى أن هناك من الممكن فصل هذا الموضوع. ولكن واضح من السياسة الإيرانية وخاصة في الأيام الأخيرة أنها أعلنت لأول مرة وبشكل رسمي أنها أرسلت قوات من الجيش الإيراني أو من إيران للمشاركة في معركة حلب كما تسمى الآن في شمال سوريا، وهذا شيء معلن. هناك تحالف الذي يضم سوريا وإيران، عفوا، لكن قوات خاصة وليس تدخلا عسكريا يعني كبيرا. تماما، ولكن معلن عنها بشكل رسمي يعني. هذا أول مرة، كان دائما التسريب يتم عبر الحرس الثوري، أما الآن هي قوات خاصة ولكن بخبر رسمي. هي الحكومة الإيرانية أعلن عن هذه القوات ووصلت إلى سوريا ضمن التحالف كما ذكرنا بين الروسي والإيراني والسوري والعراقي، حتى لأن هذه المنطقة الجغرافية متصلة ببعضها بين الرقة والموصل والتي ستتم وشمال حلب يعني التي ستتم فيها محاربة تنظيم داعش، وفيها أيضا قوات حليفة من حزب الله. فإذا الإيراني لم ينسحب أو لم يغير موقفه بقدر ما هناك كما يقال تغيير في التكتيك، وخاصة بعد دخول الحليف الروسي القادر بقوته العسكرية وبحضوره السياسي كقطب آخر في يستطيع أن يكون ندا إلى حد كبير، ليس بشكل كامل، أن يكون ندا للطرف أو القطب الأمريكي. لذلك طالما أن الروسي موجود ضمن هذا التحالف المتفق والذي ينسق تقريبا عملياته إن كان على المسار السياسي أو المسار الميداني، الآن الروسي هو الذي يتصدر صورة التعاطي مع الأزمة السورية في المحافل الدولية وأيضا في التأثير على المحفل أو المسار العسكري من خلال مشاركته بالطيران وبالتقنيات المتطورة العسكرية، ولكن الإيراني لا يزال يعتبر نفسه في قلب المعركة، لا يزال يشارك. قد يكون له الآن دور أكبر على الجانب السياسي، وخاصة نحن نعلم أن الرئيس الأمريكي أوباما منذ أسابيع قليلة يعني كان هناك في مقابلة طويلة مع الصحافة الأمريكية، صحيفة أمريكية، و يعني تهزم، لا أستطيع أن أقول، ولكن يعني كان قاسيا في تعاطيه وفي تقييمه للسعودية ودول الخليج في دورها في المنطقة، وبالعكس دعا دول الخليج وعلى رأسها السعودية للتوجه باتجاه والانفتاح باتجاه طهران وباتجاه إيران، وهناك تصريحات إيرانية ولو قابلها تصريحات معاكسة للرئيس روحاني أن المستقبل، أو لشخصيات إيرانية على مستوى عالي، أن المستقبل للحوار وليس للصواريخ، علما أن المرشد سرب وتسرب عن المرشد أنه قال لا، المستقبل سيكون أيضا للصواريخ في لعبة الأجنحة الصقور والحمائم. في كل دولة هناك من يعتبر من الصقور وهناك من الحمائم. لذلك نرى أن لا يزال الطرف الإيراني أو الإيران لا تزال موجودة بقوة في هذا التحالف الذي ذكره الدكتور مع حضرتك في الاستوديو، أن هناك تنسيق مواقف، هناك أدوار تلعب هناك، ولكن هناك تحالف كامل يعرف كيف ما يدور في لعبة الأمم، يحاول أن يكون طرفا فاعلا وقويا، ويحاول أن يحقق أعلى نسبة من المكاسب التي تخدم توجهات هذا المحور، علما أن ضمن المحور الواحد كل طرف من أطراف هذا المحور أيضا لا يوجد تطابق بشكل مطلق وكامل بين وجهات نظر الأطراف أو بين سيناريوهاتها أو طروحاتها للحل، ولكن يبقى الخطوط العريضة والضامنة لبقاء واستمرار هذا التحالف متماسك بالشكل الكافي، لا متفق عليها بشكل كامل. قد يكون هناك وجهة نظر أو رأي رؤية للروسي بأن الحل يجب أن يكون وفق قواعد معينة، ولكن الحكومة في سوريا لا تتوافق بشكل كامل ولا توافق على هذه كل هذه القواعد أو هذه الرؤية. بالمقابل الإيراني لديه كمان طروحات ورؤية تختلف في بعض التفاصيل، ولكن تبقى العمود الفقري لهذا التحالف والشرايين الغليظة أو الكبرى في هذا الجسم التحالف هي متفق عليها. لذلك نرى أن الدور الآن تتصدره روسيا، ولكن لا
لا يوجد هناك تأخير أو تأخر للدور الإيراني، وإنما هم حاضرون كما يعلن بشكل واضح وكامل للتدخل في عند الضرورة عندما يكون الضرورة. لكن هناك إفساح في المجال، هناك إفساح في المجال للمسار السياسي أو للعملية السياسية، وهو ما سعت موسكو إليه من خلال سحب جزء من قواتها منذ فترة وعبر التصريحات وعبر تواصلها مع أستاذ طارق. عفوا أعود إليك ربما لدى الأستاذ أو الدكتور عبد الرحيم منار السليمي تعليق على ما قلته بشأن يعني الدور الإيراني. نعلم دكتور منار بأنه إيران غنمت الشيء الكثير يعني من غزو العراق وتحولت إلى الفاعل الإقليمي الأول في العراق. في سوريا كيف ترى الأدوار المستقبلية لإيران؟ ما هي المكاسب غير الإبقاء بطبيعة الحال على نظام بشار الأسد؟ أولا دعني أوضح بأن الأمريكيين لم يكونوا يدركون ما ستقوم به إيران بعد سقوط صدام حسين. إيران تدخلت في العراق، دعمت الشيعة بكل ألوانهم، استطاعت أن تهيمن على الحكومات المتعاقبة إلى درجة أنه الكثير كان يقول بأن ميزانية العراق من النفط كانت تنقل إلى إيران، لهذا لم تتضرر إيران اقتصاديا خلال سنوات الحصار. على المستوى الأراضي السورية فهناك تحالف استراتيجي ما بين الأسد وما بين إيران، وإيران أدخلت ذراعها الموجود في المنطقة وهو حزب الله، وأصبحت إيران هي التي تدير عن طريق قاسم سليماني هي التي تدير المعركة، وهناك العديد من القتلى الإيرانيين. ولكن يجب الانتباه إلى أن إيران اشتغلت داخل سوريا بطريقة أخرى، اشتغلت على تغيير البنية الديموغرافية. اليوم لا أحد يعرف من هم السوريون الموجودون فوق الأراضي السورية، أغلب السوريين هم لاجئين، هناك سوريين، ولكن غيرت إيران بتحالف مع الأسد وهذا ملف خطير سيكشف عنه خلال الشهور المقبلة، غيرت البنية الديموغرافية، أدخلت أفغان، أدخلت إيرانيين إلى غير ذلك من المنظومة. أكثر من ذلك أن هناك عملية تحويل للعقارات، تحويل للعقارات الإيرانية إلى سوريا إلى إيران. إيران تشتغل بنفس النمط الذي اشتغلت به إسرائيل في مرحلة معينة. إذن خروج إيران من سوريا لن يكون سهلا، لأنها دخلت سواء في البنية الديموغرافية أو تدخلت في المجال ما يسمى بالعقار، ثم أن هناك حضور عسكري وحضور اقتصادي. لا نفهم في العلاقات الدولية بأن إيران هي تدافع عن الأسد حبا في سواد عيونه كما يقال، ولكن هناك مصالح. والخطر والصراع في هذه المنطقة بين المملكة العربية السعودية وإيران هو صراع وجودي وليس صراع كما يعتقد البعض، بمعنى أن التقارب بينهما هو صعب جدا. دول الخليج هي تفهم جيدا إيران وتميز بين إيران الثورة وإيران الدولة. إيران الدولة تتحرك في العلاقات الدولية وتقدم بعض الإشارات، ولكن الخطر هو في إيران الثورة التي تصدر الثورة حسب طرح حسب الطروحات والأساطير الإيرانية إلى كل دول العالم. اليوم سواء في سوريا أو سواء في العراق هناك ميليشيات شيعية، هناك ميليشيات إرهابية شيعية لا يتحدث عنها الكثير، نتحدث عن داعش، ولكن في المقابل هناك ميليشيات شيعية موجودة وتقوم بعمليات تقتيل لا يتحدث عنها الكثير، الأمريكيون يعرفونها. مثلا المعاهد الأمريكية لها دراسات حول هذه الميليشيات، ولكن أعتقد بأنها ورقة لا يوظفها الأمريكيون الآن. نعم، أعود إليك ضيفي في البلاتو دكتور أبو عوض. استمعت يعني للمتدخلين وما قالوا بشأن إيران، نعم. أرى بأن لديك تعقيب ربما. نعم، في هذه النقطة على أن إيران هناك عمق آخر تسعى إلى تحقيقه داخل المنطقة، هو العمق العقدي أو المذهبي الشيعي. نعم. طبعا هناك صراع سني شيعي يعني طبعا نعم. صراع سني شيعي، هذا أكده كيسنجر في آخر مقالاته عندما وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عندما قال أو ما يصطلح عليه بثعلب السياسة الخارجية الأمريكية، قال على أن الصراع صراع مذهبي، وعلى أنه الذي يهدد المصالح الداخلية حتى على روسيا وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في التطرف والإرهاب. ولمحاولة خلق التوازن على هذا المستوى ينبغي أن نمد يعني أصول الدفع بالسني الشيعي لخلق التوازن داخل المنطقة. إيران صبت رغم على أن الأموال العراقية صبت في إيران
إيران صبت حوالي ما يقدر ب 3.6 مليار دولار عبارة عن دعم لسوريا، وفي آخر دعم كان عبارة عن مليار دولار عبارة عن مواد غذائية. نعم. كذلك على أنه بعيدا عن طهران بحوالي 24 كيلومتر هناك معسكر يصطلح عليه بالمعسكر أمير المؤمنين لتجييش الذين أشار إليهم الأستاذ، يعني أفغان شيعة كل شيعة العالم، شيعة العالم من أجل الحرب المقدسة الذي يروجون لها، الذين قاموا بقمع المتظاهرات التي كانت في إيران ضد سياسة الدولة الداخلية في سنة 2009 هم عبارة عن جنرالين من كبار الجنرالات الموجودة على الموجودين على مستوى الحرس الثوري الجمهوري، هم الذين الآن يجيشون تحت قيادة الجنرال الأكبر الذي قلت سابقا اسمه سليمان، هذا الذي يعتبر السليماني عفوا، هذا الذي يعتبر بشار أحد أعمدته أو عمدة من عمدة من عمدة المدينة المدن الموجودة فيه. فلهذا إيران الآن على مستوى والعمق الداخلي هي تبني امتدادا جغرافيا وامتدادا جيوستراتيجي على مستوى التوسع، ليس فقط بناء على ما هو مذهبي، لأن الطائفة العلوية التي هي في خضم البعد السياسي في حزب البعث هي تحت غطاء اللواء الإيراني على مستوى العقيدة. إذا بمعنى آخر هذا التكامل، حزب الله اللبناني هو عبارة عن جزء من المنظومة الإيرانية الذي يكمل، كأننا أمام فتنة كبرى جديدة، هي فتنة ليس ممكن أخي الكريم أن نقول أننا في فتنة كبرى. نعم بمنطق بمنطق الآن التصريحات التي ترى، والذي يقر بهذا هي التقارير الأمريكية الأخيرة التي جاءت على لسان كبار خبرائها من الذين تمرسوا في السياسة الدولية. جون كيري الآن عندما يصرح ببعض التصريحات تحت قراءة ما يصطلح عليه بما وراء السطور نجد على أنه في آخر تصريحاته على أن المعارضة ستدك وأنها ستمحى وأن الغلبة ستكون للأنصار. الآن التفاوض الذي نجده ما بين روسيا وسوريا هو مبني على مستويين، أن تتعمد أمريكا الضغط على المعارضة لقبول الأكراد وهذا يمس في العمق التركي وسنوضح ذلك، والبعد الآخر أن تتعمد روسيا الضغط على الحكومة أو الوفاق الحكومي لكي يتقبل بالانتقال السياسي وليشكلوا طرفي الاتفاق. ربما هذا يقودني إلى آخر أجندة يعني إقليمية، وأنتقل إلى الرباط إلى الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. الأجندة التركية، يبدو هناك نوع من الفشل فيما يخص السياسة الخارجية التركية تجاه الملف السوري، وهناك أيضا أزمة ما بين أنقرة وما بين واشنطن، كيف تقرأ الدور التركي حاليا؟ أردوغان وظف الأزمة السورية كورقة وفيها أرباح وفي نفس الوقت فيها خسائر. أردوغان لا يريد الأسد ويمنع الأكراد من أن تكون لهم مثلا منطقة في حكم ذاتي أو فيدرالية أو غير ذلك، ولكن هو استفاد على مستوى ثاني، أنه استفاد على مستوى فتح الممرات، ممرات الذهاب وممرات الأياب. نتحدث هنا عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وظف هذه الورقة بطريقة ذكية، ثم وظف ورقة النفط، تغير الاقتصاد، وقع هناك نمو خلال المراحل الأولى نتيجة العلاقات التي كانت على مستوى النفط والتي كان يلعبها المهربون الأتراك. وظف ورقة اللاجئين مع أوروبا، إذا استطاع مثلا أن يربح هذه الورقة، لأنه عاد بعد سنوات يتفاوض مع الأوروبيين حول مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إذا استطاع أن يربح هذه الورقة سيكون قد حقق نجاح كبير على مستوى الدبلوماسي، وهذه الورقة لا زالت مطروحة. ولكن رغم ذلك فإن بقاء الأسد هو يعتبر خسارة لتركيا، وأيضا استمرار إيران وتواجد إيراني في المنطقة هو يمكن أن نعتبره أيضا خسارة، ولكن هناك ربح آخر لتركيا لأنها قربت إلى دول الخليج، بمعنى أنها كانت بعيدة عن دول الخليج وكان هناك حذر من دول الخليج لتركيا، الكل يعتبر بأن تركيا هي أيضا تؤمن بمسألة الخلافة العثمانية إلى غير ذلك، ولكن استطاعت خلال هذه السنوات أن تقترب أكثر. إذن هناك أرباح وهناك خسائر، ولكن يمكن أن نقيم هذه الأرباح بمسألة أساسية، إذا استطاع أردوغان أن يقود أوروبا وتدخل أوروبا، بمعنى قبلت أوروبا بدخوله إلى الاتحاد، هنا سيكون قد حقق نقطة وربح استراتيجي. نعم. عفوا دكتور عبد الرحيم منار سليمي، اليوم يعني شاهدنا تهديدا مبطنا وجهه أردوغان للاتحاد الأوروبي، قال بأنه لن ينفذ يعني الاتفاق كاملا إذا لم تلتزم، يعني لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ كامل البنود، معنى أن هناك تشنج ربما ما بين خفي ما بين الاتحاد الأوروبي ما بين تركيا.
ولكن الرؤية الاستراتيجية بالنسبة لأردوغان هو يبحث، بمعنى يريد أن يدخل في المفاوضات حول الانضمام. كانت هناك مفاوضات، وهذه هي النقطة التي رهن عليها أردوغان منذ بدايته، كان يعد الأتراك بأنهم سيدخلون، كان يتوجه نحو أوروبا وليس نحو مناطق الشرق الأوسط، كان هذا معروف في البداية رغم أن الحكم هو يقوده حكم إسلامي. نعم. إذن هو يقايد أوروبا نحو هذا الاتجاه، يطلب من أوروبا أشياء التي تبدو أوروبا عاجزة عنها. وحد الآن مسألة الهجرة، مسألة اللجوء لم تتوقف، الممرات فيها نوع من المراقبة، هي تفتح وتغلق في نفس الوقت، ولكن الهدف الاستراتيجي لأردوغان هو أن يعيد النقاش، ويقول بأن البوابة الأمنية لأوروبا هي تركيا، ويقول له بأن الخليج هو ومنطقة الشرق الأوسط هي مقبلة على صراعات، لذلك فهو يراهن هذه النقطة ويستعمل ورقة أخرى وهي ورقة الحلف الأطلسي. إذن هو يراهن على الدخول إلى أوروبا، أو على الأقل على وضع شبيه بالدخول إلى أوروبا، وضع يعطيه امتيازات أكبر. طيب، أنتقل إلى باريس إلى ضيفي الأستاذ طارق عجيب. استمعت إلى كل النقاط التي تطرقنا إليها، أريد أن أسألك حول نقطة أخيرة وهو موقف الاتحاد الأوروبي، وأنت تعيش في فرنسا. ستيفان دي مستورا سبق له القول أو التصريح بأن هجمات بروكسل ستسرع الحل في الملف السوري، معنى هذا أن الاتحاد الأوروبي ربما أكثر طرف دفع ضريبة كبيرة لتعقد واستمرار يعني المشكل السوري. الاتحاد الأوروبي كيف يمكنه أن يضغط، والمحادثات يعني المقبلة وسواء جنيف 1 أو 2 هي تقام على أرضه؟ يعني من المؤشرات، من المؤشرات الكبيرة والمهمة في تغير مزاج أو موقف، بداية تغير موقف الاتحاد الأوروبي، هو اللقاء موغريني مع رئيس الوفد الحكومة السورية بشار جعفري في جنيف في آخر جولة كانت قبل بداية هذا الشهر. هناك يعني تلمس واضح وتخوف كبير، وفي أوروبا تلاحظ هذا التخوف من عمليات إرهابية، لأن لتنظيم داعش والمتطرفين من الإسلاميين في أوروبا يعني يوجهون تهديدات مباشرة وصريحة لكل عواصم الاتحاد الأوروبي، ليس فقط يعني لجانب ما، إلا من جانب تكفيري ومن جانب ترهيبي، بأنهم مجتمع كافر والحكومات كافرة ويجب أن يعني يتم هداية هذا الإسلام، في كل تلك الأفكار الخاطئة والمشوهة التي يتبناها هذا الفكر الإرهابي، إن كان تنظيم داعش أو مجموعات متطرفة أخرى تؤيده وتبايعه. ولكن هناك تلمس واضح، وهناك يعني رؤية بدأت تتغير لدى الاتحاد الأوروبي بحكوماته مختلفة نتيجة التفجيرات الأخيرة والتهديدات الكثيرة التي نعم ربما أستاذ طارق تتلافى التفجيرات قبل وقوعها. عفوا إن قاطعتك، الوقت يزاحمنا، بتصريحك أضع نقطة النهاية لهذه الساعة الإخبارية. أشكر ضيوفي الكرام جميعا على مساهماتهم القيمة، والشكر موصول لكل مشاهدين الكرام على حسن تتبعهم. نشرتنا الإخبارية متواصلة، فابقوا معنا.